السلام عليكم الاخوان الاخوات، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نهضروا على لا بالونس راها مهمه عند الكونطابل. اي كونطابل واي واحد ديال لا كونطابيليتي خاصو يعرف كيفاش يقرا لا بالونس وكيفاش يدير لها لاناليز. دونك تبعوا معنا الفيديو، راه الشرح سهل وبسيط وكل شيء باين وواضح قدامكم. الاخوان اللي عجبهم المحتوى ديالنا وكيفهموا الدروس اللي كنحطوا وكيفهموا الفيديوهات اللي كنحطوا وعزيز عليهم هذا الشيء، هذا فقط شاركوا في القناه، خليو شي جيم راه كتشجعونا به. بغيتو نهضروا في شي موضوع حطوا لنا في كومونتير، عندكم شي سؤال حطوه في كومونتير، ما عندكم والو خليو لنا شي كلمه زوينه في الكومونتير ونبداو على بركه الله. ومرحبا بكم. لاناليز دو لا بالونس كونطابل لا بارتي الاولى. في هذا الفيديو كان فيه لابارتي الاولى ولابارتي الثانيه في فيديو واحد بلا ما نقسموها. اولا خصنا نعرفوا شنو هو لا بالونس، هو جدول كيكون فيه جميع التحركات الماليه اللي كدير الشركه، سواء المشتريات او المبيعات او الخدمات اللي خلصتها او تخلصت فيها الشركه. هذا الجدول مهم بزاف بالنسبه للمحاسب، وهذا هو الجدول اللي كنخدموا منه البيلون اي سي بي سي. نجيو دابا نشرح اهم الاشياء اللي خاص نديروا ليها التحليل المحاسباتي. اول حاجه كنبداو بالكلاس رقم واحد، اولا كنشوفوا النتيجه السنويه ديال الاعوام اللي قبل الريزولتا. اذا كانت خساره كتكون في الكونت 1169، اذا كان ربح كتكون في الكونت 1161. من بعد كنشوفوا النتيجه ديال السنه ونديروا ليها لافيكتاسيون دو ريزولتا. ثانيا كنمشيو نشوفوا القروض طويلة الأمد اللي خداتها الشركة، إذا كانت قروض بنكية كتلقاها في الكونت 1481 في ليزون برانت، إذا كانت قروض أخرى كتلقاها في الكونت 1488 في لي ديت دو فينونسمون. باش نديرو تحليل لهاد القروض غادي خصنا طابلو دامورتيسمون دو كريدي، كنجيبوه من عند البنك أو المؤسسة اللي واخدين من عندها القرض، من بعد كنقارنوه مع لا بالونس نشوف واش داكشي اللي خلصنا هو هذاك ولا لا. كلاس رقم جوج كنشوفو لي موبيليزاسيون، يعني لا فالور دونتري دي زوموبيليزاسيون، كنقارنو الفاتورات مع داكشي اللي عندنا في لا بالونس واش كيف كيف. من بعد كنجبدو الجدول ديال لامورتيسمون دي زوموبيليزاسيون، يتم مقارنته مع داكشي اللي مدوزين في لا بالونس، ومنساوش ندوزو لامورتيسمون ديال السنه ان. لا كلاس 3 كنشوفو لي ستوك واش دوزناهم في الفارياسيون ولا لا، كذلك كنديرو مقارنه ما بين الفيش دو ستوك وداكشي اللي مدوزين في لا بالونس. ملاحظه، في الغالب الشركات ما كتجيبش الفيش دو ستوك للمحاسب، لذلك كيضطر باش يدير تقييم للستوك. الفونت ان ناقص لاشا ان ناقص لا مارج بينيفيسي ان كتساوي ستوك ان. كذلك كيخصنا نديرو تحليل الكونت كليون رقم 3421، عرض يعني عن طريق ليطا دو فونت. من بعد كنشوفو واش خلصونا كل الزبائن ولا لا، الا كنا كنسالو لشي زبون فلوس كنلقاوهم في هذا الكونت 3421. من بعد كنقارنوهم على بالونس، وما نساوش ليطا ديبيتور ديال بوست 345 اللي كيكون فيه ليطا تي فيا ريكوبيرابل 3455، هي تي فيا ديال المشتريات اللي شرينا خلال السنه المحاسباتيه. ليطا دو كريدي دو تي فيا النمره 3456 هي تي فيا كنسالوها للدوله في حاله ما كان عندنا تي فيا ريكوبيرابل كبر من تي فيا فاكتوري. باش نديرو تحليل لهذا البوست خاص يكون عندنا طابلو دو تي فيا اللي ديجا دوزناه في موقع سامبل تي فيا الخاص بدار الضريبة. الكلاس رقم 4، اولا كنشوفو لي فورنيسور واش يسالونا شي حاجة ولا لا، وذلك عن طريق الرجوع لجورنال داشا. ثانيا كنشوفو البوست 445 ليطا كريديتور كيكون فيه ليطا تي فيا فاكتوري 4455، هي تي فيا كتكون على المبيعات تلقاها في ليطا دو فونت. ليطا تي فيا ديو 4455 هي تي فيا كنخلصوها للدولة في حالة ما كان عندي تي فيا ريكوبيرابل صغر من تي فيا فاكتوري.
باش لي كونت كيخصهم مراجعة الدروس لا فيسكاليتي. منساوش الكونت 44 63، كونت كورون دي زاسوسيي كريديتور. هذا الكونت كنديرو فيه كل الاموال اللي خداهم صاحب الشركه، او العكس تم ايداعهم من طرف صاحب الشركه في حساب الشركه، ولابد انه يكون في الكريدي اذا كان دي بي غادي الشركه تخلص عليه الضريبه. الكلاس رقم 5، الطريقه الوحيده باش تقارن حسابك البنكي مع البالونس كتكون عن طريق مراجعه لي غلوفي بونكير. بالنسبه للاكيس ما خاصوش يكون في كريدي نهائيا، وكذلك ما خاصوش يكون في مبلغ كبير بزاف. كلاس رقم 6 و7 سيتم شرحهم في الدرس القادم ان شاء الله، وهذا هو الدرس القادم. نكملوا الشرح ديالها مباشره، دابا غادي ندوزو لابارتي 2. من بعد ما شرحنا كيفاش نقراو المعطيات المتواجده في البيلون ونديروا ليها تحليل محاسباتي، جا الدور على كيفاش نديروا تحليل محاسباتي للسي بي سي. الكلاس 6، اولا لابد ان نعرفوا نشاط الشركه واش تجاري او صناعي او خدماتي، حيت كاين فرق بيناتهم في المحاسبه. اذا كان نشاط الشركه تجاري غادي نخدموا بالبوست 611 الاشار دو مارشانديز، اذا كان نشاط الشركه صناعي او خدماتي غادي نخدموا بالبوست 112 الاشار كونسومي. بالنسبه للمشتريات الاخرى الكراء الاصلاحات النقل الاشهار، هادو كاملين كيكونوا هنا في البوست 113 و 614 اوتر شارج اكسترن. من بعد كنمشيو ناخذ الجداول ديال التيفيا اللي ديجا دوزناهم في موقع اداره الضرائب، ونقارنوا ما بين دي زاشا اور تاكس اي تي تي سي اللي عندنا في لا بالونس مع اللي دوزنا في موقع اداره الضرائب في الجوال ديال التيفيا مع التيفيا ريكوبيرابل اللي عندنا في البيلون. من بعد كنشوفوا لي دوتاسيون ديال العام واش دايزين ولا لا، وذلك عبر مقارنتهم بطابلو دامورتيسمون. هذا الجدول كنكونوا ديجا قديناه من شرينا شي ماتريال. الكلاس رقم 7، لابد اننا نعرفوا نشاط الشركه واش تجاري او صناعي او خدماتي. اذا كان نشاط الشركه تجاري غادي نخدمو بالبوست 711 فونت دو مارشانديز، اذا كان نشاط الشركه صناعي او خدماتي غادي نخدمو بالبوست 712 فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي. من بعد كنمشيو ناخذ الجداول ديال التيفيا اللي ديجا دوزناهم في موقع اداره الضرائب، ونقارنو ما بين دي فونت اور تاكس اي تي تي سي اللي عندنا في لابالونس مع اللي دوزنا في موقع اداره الضرائب في الجداول ديال التيفيا مع تيفيا فاكتوري اللي عندنا في البيلون. للاشاره فقط، الاغلبيه ديال المحاسبين كيحسبوا رقم المعاملات على حساب واحد النسبه ديال الربح تو دو مارج بينيفيسيير. هاد لو تو كيختلف مع اختلاف النشاط التجاري ديال الشركه، وكيعطينا واحد النسبه تقريبيه لرقم المعاملات. كمثال، مقهى شرات 10000 درهم ديال السلعه في السنه ان، باش نحسبوا رقم المعاملات غادي ناخذوا المشتريات نضربوهم في طو دو مارج بينيفيسيير، لنعتبر انه يساوي 6%. اذا شيفر دافير كيساوي 10000 درهم مضروبه في 1.06 كتعطيك 10600 درهم. هذا مثال فقط. كان هذا شرح مختصر لطريقه تحليل لا بالونس. المهم كنشكركم الاخوان على المتابعه ديالكم. اللي عنده شي سؤال او اي حاجه يخلينا في التعليق، نبغي نهضروا في شي موضوع يخلينا في التعليق، ونتمنى انه تكونوا فهمتوا الموضوع ديال اليوم وفهمتوا الدرس، وتحياتي لكم.